السلام عليكم ورحمة الله، بكل الخير يتجدد لقاءنا معكم نشوى من قناتكم أكتيف وومن. فيديو اليوم من داخل معرض الزهور هيكون ردا على أسئلتكم اللي جات لي بالتعليقات. جالي تعليق أن أحد المتابعين لما تعامل مع شركة تبارك وجد أن الأسعار اختلفت عن الأسعار الموجودة في الفيديو. عايز اقول بس حاجه قبل ما اتوجه للمهندس خلف مسؤول شركه تبارك، ان انا لاحظت ان في بعض المتابعين شافوا فيديوهات العام الماضي باسعارها فقروها اسعار هذا العام. هي ما اختلفتش كتير، لكن فيديوهات هذا العام هتلاقوها مكتوب عليها معرض الزهور 2019. طبعا انتوا لكم الحريه انكم تشتروا من المكان اللي انتوا تحسوا فيه بارتياح، والحمد لله كل المعروضات هتلاقوها موجوده في مكان واثنين وثلاثه، والاسعار مش هتلاقوها مختلفه كتير من مكان لاخر. يعني معرض الزهور هينتهي يوم 3/5، وعلى ما اعتقد ممكن ينتهي قبل كده لان موعد المعرض غير موفق هذا العام. هذه الايام في انتخابات دستوريه، في امتحانات مدارس، جامعات، هلل علينا شهر رمضان الكريم، كل سنه وانتم طيبين. فالمعرض السنه دي بجد الله يكون في عون كل المشاركين فيه، بالاضافه للاسعار اللي زادت السنه دي خاصه بسعر المتر الارض العارضين. لكن يظل كما قلت قبل كده افضل مكان تقدروا تشتروا منه كل ما يلزم الزراعه في مكان واحد في نفس الوقت هو معرض الزهور. كمان حابة اوضح ان مواعيد الزيارة بتكون من 9 صباحا ل10 مساء، مش للساعة 5 زي ما اتقال بعض المتابعين. الساعة 5 دي بتبقى في الايام العادية، ده معاد غلق الحديقة، لكن في الايام المعرض بتبقى من 9 ل10 مساء، مفيش اجازات، شغالين يوم الجمعة. كمان كان في متابع كتب لي ان هو لما زار المعرض كان التيار الكهربي مقطوع واشترى على ضوء الموبايل. مش عارفه ازاي مكان زي كده بالمساحه وكميه المعروضات والتجهيزات والتكلفه دي كلها ما يبقاش فيه مولد واثنين وثلاثه، مكان مفتوح طبعا هيبقى فيه ظلام بالليل، ممكن تحصل كوارث. فطبعا الاجابه دي عند المسؤولين عن المعرض مش عندي، بس انا حبيت اوجه لهم السؤال ده. المهم في حلقتنا النهارده هنشوف رد المهندس خلف طبعا من شركه تبارك، وعشان شفافيه القناه وحرصا على مصلحة المتابعين احنا بنعمل تغطية للمعرض، بنوريكم الاسعار رنجها بيبدأ من كذا وبينتهي لكذا، لكن الحاجات اللي بتبقى اسعارها محددة بنقول عليها، الحاجات اللي بتبقى مختلفة زي مثلا اسعار اشجار، شجرة بتبدأ مثلا من عمر شهرين لحد مثلا 7-8 سنين، فطبعا مش هقدر اتدرج في الاسعار لان هتبقى كتيرة جدا يعني. فاحنا بنقول الرنج بيبدأ من كذا ينتهي لكذا. في نفس الوقت ممكن في الفيديو اكون بشاور على حاجة معينة اقول سعرها وعين المتابع تيجي على حاجة تانية، فبرضه عشان العارض ما يتظلمش والمتابع ما يتظلمش، واحنا بنقول الرينج بيبدأ من كذا وينتهي لكذا، وانتوا لكم حرية الاختيار المكان اللي ترتاحوا فيه تقدروا تشتروا منه. هنرد برضه على اسئلة المتابعين الخاصة بزراعة المشروم وسعر زهرة الامس واليوم والغد، اسعار الخطمية، الارولة، هنشوف سبب احتراق واصفرار اوراق المانجا، سبب وجود ديدان بثمار الجوافة والتين والرمان من المختصين بزراعة الأشجار. هنقابل المهندس حسن، عملنا معاه حلقة السنة اللي فاتت، نشوف المعروضات اللي عنده، وكمان نشوف مبيدات الطبيعية الخاصة بأشجار المانجا، الزيتون، وبعض الأسمدة الطبيعية، وهنستكمل باقي أنشطة المعرض الفيديو القادم إن شاء الله. هتبقى عن عسل النحل، منتجات أسوان والنوبة، كمان في مكان رائع خاص بتجهيزات الأفراح والحفلات، أول مرة أشوف السنة دي. يلا بينا نبدأ جولتنا على بركة الله. احنا في شركة تبارك، وطبعا باشمهندس خلف ليه حق الرد بخصوص التعليقات اللي جت. يا جماعة بصوا على الفيديوهات، هتلاقوا فيديوهات السنة دي مكتوب عليها 2019 عشان الاسعار برضو اختلفت، بس ما اختلفتش كتير زي ما قلنا في الفيديو. دي ما كانتش موجوده. ال 10 او 5 والكلام ده. بتيجي نوعيه فيها فرق 20، نوعيه فيها فرق يعني. مش كل البضاعه الموجوده هي بسعر واحد. هو اختلف النوع بس. النوع التركي، التركي ده التركي عندنا. التركي اللي احنا قلنا عليه في الفيديو هو هو نفس سعره. 250. ال 10 ب 350 جنيه. ده في التركي. ماشي. تمام؟ اوكي. والشكاير البيت مسؤوله ما قلنا في الفيديو كده. المتابعين بتوع اسكندريه، باشمهندس خلف انتوا ممكن تطلبوا الطلبيه وهو هيبعتها لكم شحن وانتوا تدفعوا يعني مصاريف الشحن، بس انتوا ما بتفكروش تعملوا فرع هناك. انتوا ليكوا في شرم حضرتك قلت. عندي حاجه في شرم وكده فاتح هناك بياخد مني شغل، بس عادي شغلنا موجود. يعني مانجا عامة، جيب السيزون مش مانجا، عيش
لا انا بقول يعني لو اصابة زي كده انا هوريها لك الاصابة ده من بفكر زي كتر مية في الشتاء زي كده بس انا عاملها عشان جنب اتصالة بس دي الورقة اللي كنا ناشفة كده هي ماشية بيها ده بيبقى فطر؟ بيبقى فطر نتيجة مية كتير كتر مية في الشتاء كتر الري في الشتاء كتر الري في الشتاء طب دي حلها ايه بقى؟ حلها هتديها مطهر جدر ويديها حاجة للفطر تديها مبيض فكري ومطهر للجد طب الليمون والزيتون او البرتقان السفندي لما بتبقى المياه بتاعتها قليله بتبقى نتيجه ايه؟ قله ري ولا قله تسميد؟ دي قله عناصر قله تغذيه قله تغذيه دي قله عناصر مش ري لا لا طالما عامه الزيتون بتتجاب بس لو في خدمه اوليه في الزرع بتبدا معاك الثمره بتبقى كبيره زي كده من البدايه يبقى في خدمه لازم اول ما يبدا معايا تزيير ببدا التسميد بتاعي بوتاسيوم مش عارف ايه يعني في حاجات هو عامه كلها بيتكلم باللي يفصل كعب وليات والغذاء هو اللي هيديك النتيجه الصح طب لو جوافه مدوده اثناء الزهر بتاعها بالبروش بتابعها بالمبيد الحشري لازم تترش لازم تترش اثناء الزهر اول ما تزهر الجوافه والرمان كلها بالزيت عاوزين عليها فص لازم يرشها الاول لازم الجوافه والرمان عامه ناس كتير بتشتكي منه حسن السنه اللي فاتت طبعا كان ما شاء الله عليه ادانا شويه نصايح وحاجات فاحنا صورنا معاه السنه دي وكل سنه وانت طيب عيد ان شاء الله علينا علينا وعليك يا رب في معرض الزهور في شويه ورود طبعا في ريحان في كام الورد عامل فيها 40 في بروزه 40 النحل ريحان في كام ريحان؟ ب 10 وفي خمسه برضه في كام في روزماري في زعتر في برده ب 15 ب 15 وب 10 وفي ب 10 وفي ب 10 وفي ب 25 25 والتين بقى والتين التين عامل 10 التين عامل 10 وتصبرهم دي بتطلع زهره برضه ريحتها حلوه في الياسمين البلدي بكام الياسمين؟ الياسمين البلدي في ب 10 وفي ب 5 وفي ب 15 دي عامله 60 جنيه دي شتلات ايه؟ لا ده بنسي وقرنفل بكام الشتلة؟ الشتلة بتعمل جنيه ونص في البوتس البوتس عامل 25 البوتس رعيته ازاي؟ والله هو ما بيقعدش خدمة كتير البوتس أقل حاجة في الرعاية هو دي سنة مية وكل شهر مرة تسميدة في الشتاء لكن في الصيد ما بيقعدش تسميدة وطبعا إضاءة عادية الإضاءة العادية هو طبعا داخلية الإضاءة عالية أوي عشان احنا في مكان مفتوح والمكان الدسم لكن هو بيحتاج إضاءة أقل من كده كل ما يكون إضاءته أقل كل ما يكون أحسن شوف لي رفيق ب 5 و 10 و 25 و 50 و 70 و 80 لحد ال 100 5 جنيه ل 100 في بعد كده الدرسينات كل اللي احنا واقفين فيه ده ظل في بعد كده الدرسينات نباتات داخلي جوه البيت على الستيك دي بتعمل 50 جنيه في بعد كده الدرسينات بتبدا من 60 جنيه لحد 150 والعود على حسب حاجه من 60 ل 150 يعني دي مثلا كبيره دي 150 دي بتعمل 140 دي حاجه مثلا تبقى مجاود كده ودي بتعمل 150 في حاجه زي كده برضه بتعمل 150 يعني الاسعار يعتبر في متناول الجميع ان شاء الله وزوار القناه ان شاء الله ليهم هدايا دفن باخيه برضه بكام؟ في حاجه تعمل 50 70 80 دي بكام مثلا؟ دي عامل 80 في 80 يعني بيبدا من 50 ل 80 عشان بس ما حدش يقول دي ويجي لا حاجه ثانيه من 50 ل 80 وان شاء الله رواد القناه ليهم هدايا ان شاء الله شكرا شكرا يا باشمهندس فين بقى ما عندكش انت شتلات خضار ولا هي بره؟ ان شاء الله حاجه ده قلنا ده جرانتا لما جرانتا بتاعت الاسوار ايوه بكام دي؟ دي ب 10 ان شاء الله لا سنة 10 او 15 ما علناش كتير على السنه اللي فاتت لا دي تين تين دي ايه ده طرحه ما تطرح عادي مش مشكله ده فرق مزروع يعني لا هي اسمرت هي لا اسمرت هي وصيدية عمرها سنتين
الفرع ده عمره سنتين؟ يعني لو خدتها تكمل بقى طرح؟ على طول السنة الجاية تديني الكمية الحلوة لو طلعت. عندنا ايه تاني؟ في مش في الليل صح؟ انت قلت لي صح. بكام دي؟ في ب 40 و20. دي مندلية عاملة 10؟ بكام الجرانة؟ الجرانة ب 10. القطيفة بكام يا محمد؟ القطيفة بكام؟ 5. كل سنة وانت طيب. سلام. في دورات تدريبية اللي عايز دورة ب 100 جنيه انتوا بتبيعوا كل مستلزمات المشروع؟ بيئة وزور و المفروض ان انا ما اسألش على مشروع غير لما اتعلم الاول. ايوه ما انا عارفه عندكم. ما انا قلت اتعلم كيفيه الزراعه. الحاجه الثانيه ان انا اعمل تيست او كده، ان انا اعمل كميه بسيطه الاول اكتسب منها الخبره، بعد كده اشتغل كمشروع. اكيد اكيد. بس كويس ان عندكم الدوره التدريبيه، فاللي هياخد الدوره هياخد من عندكم البيئه وهياخد من عندكم البذور. طيب انتوا البيئه اللي عندكم ايه؟ اي نوع؟ يعني في بيزرع في قش، وفي بيزرع في مصاص القصب بعد ما بيعقمها وكده. اي مخلفات نباتيه تقدري تزرعي عليها مفيش مشكله. اي مخلفات؟ اي مخلفات نباتيه تقدري تعقميها وتزرعيها. بتتعقم درجه حراره قد ايه؟ ادي هتلاقيها على اليوتيوب عندنا احنا في موقع خاص بعض الفيديوهات اللي هي التعليميه، موجود طريقه تعقيم القش فتره قد ايه، ايه اللي يتضاف عليه والكلام ده. عندكم اصناف ايه بقى من البذور؟ شايف القرار ده؟ كل انواع المشروع ده موجود. انتوا كمان بتبيعوا الثمار؟ الثمار بكام الكيلو بقى؟ من اي يعني ارخص من بره بنزل 25%. طب بكام المحاري؟ المحاري بيتباع الثلاث اطباق 20 جنيه. ثلاث اطباق ب 20 جنيه؟ يعني الكيلو ب 35 جنيه. حلو قوي. والشامبليون 15 جنيه، بيتباع بره بكام؟ 22 و25 تقريبا. تمام؟ عندنا 15. عندكم 15 زرع طول السنه. عندكم طيب قياس درجه الرطوبه والحراره؟ اه موجود. عندكم الاجهزه؟ الاجهزه كلها موجوده، كله موجود. اي تحكم او درجه حراره عاوزه توفريها المكان بتوفريها المكان كده. التجربه الاول يكتسب منها الخبره الاول، بعد كده يشتغل كمشروع. بيزرع عملي معاك؟ يزرع عملي، حاجه بسيطه جدا عشان يكتسب منها الخبره. اوكي. بعد كده يفكر ان هو يشتغل كمشروع بعد ما هو يعني حقق نتيجه كويسه. طب ايه البيئه اللي بتباعها عندك للمشروع؟ هي الميديا نفسها يعني؟ يعني اللي هي مجرد خليط من قش الرز والتبن والسرسه ولا حاجه. عند حضرتك يعني. هنا؟ بس لا انا ما ببيعهاش، انا هبيعها زي وهي درجه الحراره اساسا. المفروض ان هي تكون اللي هيزرعها هيزرعها درجه حراره 27، وانا في درجه حراره دلوقتي حاجه و30 دلوقتي في الجو اللي انا واقف فيه. يعني لها صلاحية، لازم تتطلب وتتعمل، والشخص نفسه ممكن يعملها طالما هو هيجرب حاجة بسيطة، ممكن بإمكانه إن هو يعملها بنفسه. شكرا. أوليف بلس مش البوتاسيوم. ده بوتاسيوم سائل وده أوليف بلس، ده للزيتون ومون سمون أشجار المانجا. ماشي. ده سماد ورقي. ده للخيار. ده للخيار. يعني كل حاجة فيها تخصصيات. ده للخيار. للبقوليات، البسلة والفاصوليا والشعير. الرز والشعير. والقمح. الحبوب يعني. الله ينور عليكم. الحبوب. ده للقمح، للبصل. بصل بس ولا بصل وثوم؟ بصل وثوم. بتسألني على ايه؟ على عنصر ايه؟ الهيوميك. هيوميك اسيد. مع ده. يعني ده هيوميك اسيد ومع لا ده نحاس، الهيوميك اسيد هو جاي ده نحاس. ده نحاس. ده نحاس متسير عشان نحاس الواحد دلوقتي في الحر قوي حرارة الدنيا زي ما انت عارف. ده الهيوميك اسيد بقى، حتى اسمه ايه؟ الترا هيوميكس. للعناكب للزرار الحمراء والدودة. ده الكبريت. بس متسجل ان مفيش كريت بتقول دلوقتي عشان بندخله المصنع عندنا بيقول لك عليه ان هو ايه؟ بيخش في المفرقعات. فابعد عنه. في ان بي كي. بصي
ده الاجر المغنيسيوم اللي هو للنجيلة بس. للنجيلة. دول الواحد اثنين ثلاثة احماض انيمية معاناش الصغرى. اللي تحت خالص بقى ده للمن. ده للمن. من فقط؟ اه. المن والتريبس والزبابة البيضاء. ده مثبت العقد والظهر. مركب وقائي فطري، ده موجود لي فطريات. ده موجود لي فطريات. فطريات عامة ولا فطريات الجذور؟ فطريات عامة، لا فطريات الجذور حاجة تانية خالص. حاجة تانية، عندك حاجة تانية؟ ده عناصر صغرى بس. ده عناصر صغرى بس. عشان ده البوتاسيوم اللي رحت مع ال 100 تقريبا. يبقى لا. ده حديد مخلبي اهو. اسم ده المخلبي. ده بيقول بياض ايه؟ بياض زغري. ده البياض الزغري. ده بتاع اللي هو بتاع المانجا. بتاع المانجا؟ المانجا في جنب البياض. ده مغذي واقي فطري. ده ال 2020 مع العناصر. وده فولت ده فوسفور مع نيتروجين فولت. دي بالك من ده قوي. عندك حاجه للصوص بتاع النخيل؟ لا. كده بوتاسيوم اللي فيها عالي شويه. ال 10 52 10 فوسفور عالي فيها. اللي هي الاحمر؟ ايوه. الشكل الحمراء دي. دي مخرج اللي بتساوي بقى كله. شيرينات. ايوه. انت حضرتك بتبص؟ لا انا عندي اسئله بتبص اهو. بتاع النيماتودا العفن الجدري الشلل الجدري والتعقيم. واي حاجه جديده بزراعيه تحطي منه. لان الراست اللي بتاخد الزرعه دي هنا في حاجه ثانيه بيبقى فيها يا اما ميكروبات او ديدان او الجلد يبقى مفهوش كده. بتحطيها انت كده ستريت. بتحطي في الجوله دي كده من التمام. كوقاية حتى لو وبيعالج وبيعالج النيماتودا. يعني حتى لو ما فيهاش حاجه حطوا كوقاية مش هيضر. من العلاج. ما يضرش يعني. ما يضرش. بتاعت قبل جلابي. ماشي ميرسي كل سنه وانتم طيبين. كانت مفتاحه بس دي بنتين. خط 130 في كام الأراولة؟ 35.